ومن تاني اكيد راجعين انا دايب وكلي حنين وكلي حنين. ازيكم يا ابطال المجره المحليه والعالميه؟ بعد النجاح في فيديو افضل فلتر على اليوتيوب راجعين تاني نكمل هذه السلسله. بس قبل الكلام ده ننزل الاول نعمل لايك يا اخواتي، ويا لو تمس عليا بالتعليق الرايق، ولو عايز تكمل الرجوله يا ابو الرجوله تتابعني وتدوس على الجرس المتين وشكرا. وقبل ما نتكلم في الفلتر حابب اشكر لكل الناس اللي بتتابعني على القناه، وكل سنه وانتم طيبين. نخش على الفلتر على طول، يلا بينا يلا بينا. دلوقتي رجاله هنخش على اعدادات الفلتر. اول حاجه هنروح على اول صفحه وهي صفحه الاضاءه، وعشان لو انت ظبطت الاضاءه صح الالوان هتبدا تظبط معاك صح والصوره تبقى معاك صح. هنبدا بالاكسبوجر وهنخليه سالب 91، والكونتراست سالب 10، والهايلايت قللنا عشان الاضاءه الخلفيه. زي ما بقول في كل فيديو الاضاءه الخلفيه او السحابه دي بتبين كل حاجه ورا. بعد كده الشادو هنخليه 76، هنظبطه بالبلاكس ونخليه سالب 50، وفي الاخر الوايت خلينا 23. لو عايز تزوده هتزوده سنه صغيره عشان ما يبوظش الصوره زي ما انتوا احنا شفنا، يبدا الالوان بتبدا تاخد انحناء مش كويس. ما علينا، هنروح على صفحه الكيرف. وقبل ما اتكلم في صفحه الكيرف يا جدعان ننزل نعمل لايك وتظبطونا كده عشان نبدا ننزل حلقات اكتر واكتر. زي ما انتوا شايفين الكيرف مش كتير، هو بس حوالي 6 كور. بحاول على قد ما اقدر بس في الكيرف ده ان انا اظبط الاضاءه. لو مش عايز تعمل حاجه في الكيرف ولا يفرق معاك خالص، شيل الكيرف كانه مش موجود. نروح وندوس دن ونروح على صفحه الالوان. ودلوقتي انا نزلت اللايت روم الاصدار الجديد بتاع النازل الحديث ده في شهر ابريل اللي فات ده، ان هم بيحط اللي هو السبيريت تون اللي كان موجود هنا، لا حطوه في الالوان هنا. تمام، وهنشرحه واحده واحده وهنظبط الدنيا ان شاء الله. بس خلينا نكمل. بس التمب هنخليه موجب 40 والتنت سالب 11 والفيبرانس 38 عشان انا عايز ازود. لو انتم شايفين الوش محمر شويه او في الوان زياده فانا عايز اظبطه. وبعدين قللت الساتوريشن لسالب 4. نروح بقى على صفحه السبيريت تون بشكلها الجديد. طبعا ده هم بداوا يزودوا ادوات، المفروض كان الطبيعي ان الشادو والهايلايت، هم زودوا صفحه اسمها الميد تون والجلوبال. طبعا دولت الاثنين هشرحهم دلوقتي، بس انا قعدت اشوف كتير في الصوره فخلينا نشرح بس الشادو الاول. الشادو عشان تغيره طبعا بتلعب في البكر دي كده، تبدا تغير شوف انت عايز درجه اللون عامله ازاي. بعد كده زودوا حاجه اسمها لومينانس الاضاءه زي ما بشرح لكم في الالوان. عايز تزود اضاءه اللون اللي انت محدده، عايز تقلله براحتك شوف. البليندنج ديت درجه تاثير اللون، لو انت عايز تخفي اللون قوي هي عامله زي البالانس بس بطريقه اخف شويه من البالانس. عايز تزود اللون هتقلل البليندنج، عايز تزود هتزود البليندنج، وفي الاساس هتلاقي البليندنج على طول موجب 50. تمام، البالانس طبعا انا زي ما قلت البالانس ده المسؤول عن الشادو والوايت. يعني انت لو عامل هنا اللون الازرق وعايز تبين اللون الازرق هتبدا تزود الايه اللي هتسلب البالانس، هتخليه سالب 62، والعكس طبعا لو عايز تزود اللون الثاني. الميد تون دي برده نفس الفكره، ان هي بيزود بيسموها ايه، يعني احنا مثلا بنتكلم في الهايلايت اللي هو الامامي، سوري الشادو اللي هي الصور الخلفيه، والهايلايت الاضاءه الاماميه. الميد تون اللي بين البنين، يعني ده بين ده وده. هنبدا نشرحها واحده واحده، بس انا حاليا ما استخدمتهاش كتير. انا بس كل اللي عملته خليت الهيو موجب 243 وما عملتش حاجه ثانيه خالص. هنروح على اللون الهايلايت، هنخلي الهيو 173 والستوريشن موجب 15، وما عملتش حاجه برده في اللمنانس ولا البندنج بلندنج سوري ولا البالانس. نروح على جلوبال. انا ممكن شويه بس ان انا اقلل، عايز مثلا اغمق الضوء، عايز تعلل، انا هزود شويه عشان البشره تبدا تبان بشكل اجمل شويه واللون ما يكونش صعب عليك. يعني when you say I'm the one.
لكم المعلومه مش عشان انا بنزل الفلتر فقط، لا انا بشرح اللايت روم عشان بعد كده بعد درس واثنين او ثلاثه تبدا تفهم الادوات دي بتمشي ازاي، ولو حد سالك ايه اللون ده او ايه الاداه دي تبدا تعرف شرحها ايه كل حاجه عن اللايت روم. وبكده نكون ختمنا هذه الحلقه. يا جدعان ما تنساش اللايك يا جدعان، وانت كابتن ما تنساش تعمل لنا لايك كده جميل وتنورنا، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت لان انا منزل الحلقه اللي فاتت جميله جدا، يا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.